كده. دكتور، بس السؤال الثاني بالامتحان الجزء الثاني هو من 10 ولا من 8 كتصليح؟ 8 يعني بس هو محطوط مثلا بوينت 8 من 1. هو الزاجل بيصلح بطريقه معينه، انا ضربتها ب10 خلص الرقم، يعني هو حاطط بوينت 8 من 1 بس انا هطلع من بوينت من 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 بوينت 8 انا مصلح. يعني بوينت 8 من 1 يعني كامل. بالضبط بالضبط. تمام. يعني فحكيت لكم اضرب الرقم اللي معك في 10، لأنه الزاجل ما بسمح لي أحط العامة 0.8، بسمح ليش، أو الديفولت عنده، الديفولت عنده 1، عشان هيك أنا بحولها. يعني على كل بنحكي عن الامتحان بالجزء الثاني من المحاضرة اليوم. في حدا عنده أي سؤال قبل ما نكمل بالمادة؟ طيب احنا كنا المره الماضيه نحكي سايد ديستانس ات انترسكشن، وهذا الجزء الاخير من التشابتر للديزاين للانترسكشن. فحكينا عن كيس A اللي هي نو كنترول، بحيث ما في عندنا اي نوع من الترافيك كنترول على الميجر ولا على الماينر، فعندنا تشابه المثلثات اللي موجود عندنا مثل ما حكينا المره السابقه. وبالتالي بناء على تشابه المثلثات اذا بدي انا احسب الدي اي والدي بي، واللي هو طبعا اذا حسبتهم بيطلع معي اللي هو هذا هو اللاين اوف سايد سايد ترينجل. واتفقنا انه المسافه دي اي والدي بي بتعتمد على سرعه المركبتين في الميجر والماينر ستريت، وهذا الاوبجكت بيكون بعيد عن مسار المركبه في الماينر مسافة B، وبعيد عن مسار المركبة في الميجر اللي هي المسافة A. وبالتالي في عنا تشابه المثلثات اللي منه بنقدر إحنا نحل أو نوجد length of the leg on the major or the minor أو المسافة A أو المسافة B. DA والDB يؤخذوا من الجدول بناء على سرعة المركبة على الميجر أو على الماينر، كل سرعة إلها طول المقابل إلها، طول المسافة المقابلة إلها سواء كانت على الميجر أو على الماينر، وهذه المسافة بجيها adjustment حسب الجريد. إذا كان عندنا الجريد أكبر من 3 أو أقل من 3 حسب الجريد ميجر أو عفوا بلس أو ماينر، فبنضربه بالفاكتور الخاص فيه. مثلا إذا كانت 40 والجريد ماينس 1 ماينس 5 عفوا، بنضرب القيمة اللي بتطلع معنا في الجدول 1.1، إذا كان الجريد بلس 5 بنضربها 0.9 وهكذا. خلينا نطبق هذا الكلام على مثال. A tall building is located 45 feet from the center line of the right lane of the local road. يعني هذا B، مسافة B، وبعطينا center line of the right lane يعني من منتصف المسرح، and 65 feet from the center line of the right lane of an intersection road اللي هي المسافة A. If the maximum speed limit on the intersecting road is 35. يعني هون هذا السرعة هون 35 miles per hour. What would be the speed limit on the local road such that the minimum side distance provided to allow drivers on the approaching vehicles to avoid imminent collision by adjusting their speed? The grades are 2%. 2% يعني فيش فيها، ما في لها ما adjustment. وهذا نرجع مرة ثانية اللي حكيته المرة السابقة. طب أنا شو، كيف أنا ممكن أعمل تصميم للتقاطع؟ طبعا ممكن أنا أعمل تصميم إما من خلال المسافة، التحكم بالمسافة A والمسافة B، لكن السؤال هو بعطينا إنه في مبنى قائم
و A موجودة و B موجودة والسرعة على الميجر موجودة، فبيحكي لنا شو السرعة اللي موجودة على الماينر، وهذه جزء آخر من التصميم. إذا كل شيء موجود أنا ممكن أتحكم بالسرعة، وهذا هو السؤال اللي أمام. الآن الـ A والـ B معطية معنا، والـ D A معطية مع عفواً الـ D A بنقدر نوجدها من السرعة 35. نرجع للجدول، سرعة 35 إذن المسافة بالفيت، length of the leg on the major approach 165. الآن ببساطة تطبيق المعادلات، هذه المعادلة بدي أوجد أنا المجهول اللي عندي اللي هي DB length of the leg on the minor approach، بتطلع عندي 89.37. الآن سؤال بشكل عكسي، ما هي السرعة المناسبة minimum speed عفوا maximum speed بحيث المسافة تكون 89.37؟ نرجع الجدول، هاي عنا الـ 89.37 تقريبا يعني 90 feet. So the maximum speed on the minor approach اللي هو 20 miles per hour. No adjustment is needed على الأرقام هدولة لأنه الجريد عنا 2%، وبالتالي إذا أنا بختار الـ maximum design speed أو maximum speed on the minor approach اللي هو 20 miles per hour. تمام هيك؟ كان أي استفسار؟ أوكي. هذا بالنسبة للكيس الأولى اللي هو no control. الكيس الثاني اللي بدنا نتعامل معه اللي هي كيس 3C yield control اللي هو تمهل وأقوى الأولوية على الماينر. فالـ vehicles on the minor approach it's not required to stop but definitely it has to slow down and give the priority of the road to the major approach. كونه في عنا yield sign بالمشاهدة وجدوا انه السائق بخفض سرعته على الماينر approach by 60%. This is on the minor. والديسيلريشن اللي هو الافريج ديسيلريشن هو 5 feet per second square او 1.5 meter per second square. الآن السائق هون في عنا إشارة تمهل. السائق بشوف، السائق هون عند السي بشوف المركبة عند الاي. أول ما يشوف المركبة فبأخذ قرار هل يستمر بالحركة أو يخفض سرعته ويوقف. ففي عنده خيارين. فالآن حتى يقطع هاي المسافة من هون لهون، هذا اللي هو حتى يقطع مسافة التقاطع، بده يقطع اللي هو التقاطع كله، كامل التقاطع. وأيضا المركبة نفسها مفروض إنها تخلي التقاطع كلي، حتى يعني عفوا هون خلينا أرسمها هون، حتى المركبة مفروض حتى آخر جزء في المركبة يخلي التقاطع. فبالتالي السائق بده يقطع هاي المسافة بالإضافة إلى هذه المسافة، يعني المسافة الأولى ممكن يوقف والمسافة الثانية لو قرر يستمر في الحركة. فإذا نرجع مرة ثانية، طبعا في كل واحدة منهم في لها فترة زمنية معينة حتى السائق يقرر الأكشن المناسب اللي بده يتصرف. فعندنا كالتالي TG time to cross the intersection، الوقت اللازم لقطع الطريق، وهذا يشمل إيش؟ the time taken for the vehicle to travel from the decision point. When he decision point يعني هون at decision point، في اللحظة اللي السائق على المركبة C شاف المركبة A، هذه اللحظة اللي بتبدأ فيها decision point. So the type vehicle to travel from decision point where the deceleration begins to where the speed is reduced to 60% of the minor road design. يعني تشمل
يعني التي جي المسافة الكلية اللي بلزمها السائق حتى يقطع التقاطع كليا، هذه عبارة عن تي جي، الزمن اللي بيستغرقه السائق تي جي. ففي عنده جزء اللي هو الزمن في البداية والزمن اللازم حتى يستكمل قطع الطريق بشكل كلي. الآن من الناحية الرياضية تي جي تساوي الزمن الأول اللي هو الزمن هنا من the decision point up to the point of the beginning of the intersection وهذا اللي هو TA زائد الزمن اللازم للسائق حتى يقطع هاي المسافة. هذا الزمن بيعتمد على المسافة والسرعة. المسافة اللي هي راح تكون عرض التقاطع زائد طول المركبة، فبالتالي W اللي هو عرض المسافة اللي بده يقطعها السائق زائد LA اللي هو طول المركبة تقسيم السرعة point، بس طبعا مع conversion factor حتى نحولها بالوحدات المناسبة 0.88 V على الماينر ستريت. تمام، هذا من ناحية الزمن. مرة تانية، الزمن اللازم للسائق حتى من لحظة مشاهدة المركبة على الميجر حتى يقطع الشارع كليا يساوي الزمن الأولي اللي هو من بداية مشاهدة المركبة from a decision point up to the point where the vehicle may stop at the beginning of the intersection زائد المسافة اللي بده يقطعها على التقاطع نفسه اللي هي عرض التقاطع زائد طول المركبة مقسوم على السرعة للمركبة. طبعا احنا بنحكي مركبة على الماينر، فالبي على الماينر، وال.88 هي عبارة فقط conversion factor من المايل بير اور لسكند، حتى نحولها لفيت بير سكند. الآن هذه الزمن، المسافة اللي هي طبعا نرجع هون، الآن المركبة A بدها تمشي حتى تصل هذه النقطة. إذا صار في عنا اصطدام أو عفوا الوقت اللازم لهذه المركبة حتى تدخل التقاطع كليا اللي هو تي جي، خلال الزمن تي جي المركبة A تصل إلى النقطة B. إذن كم المسافة اللي هي دي A أو اللي هي نفسها يرمز لها دي آي أس دي بهالحالة هاي تساوي السرعة في الزمن طبعا مع تحويل المايل بير اور لفيت بير سكند بنضربه بالفاكتور اللي هو 1.47. فبالتالي length of the leg on the major approach اللي هو دي آي أس دي اللي هو دي A هو نفسه دي A تساوي 1.47 V major مضروبة في التايم لتستغرق المركبة على الماينر من لحظة decision point حتى تفتح التقاطع بشكل كلي. طبعاً هاي المعادلة بالوحدات بالفيت، في معادلة شبيهة إلها بالوحدات بالمتر، بس كل اللي بتغير اللي هو بس الفاكتور هنا هون غير الفاكتورز اللي هو conversion factors، لكن بقية أطراف المعادلة تبقى مثلها. طبعاً هون المعادلة هاي بالوحدات US units time بالسكند، الودث واللينكث بالفيت، والسبيد بالمايل بير اور. كيف بدنا نوجد هدول الكم؟ طبعا عرض الشارع هذا سهل، بنشوف شو عدد المسارب اللي بدي يقطعها ولينكث اوف ذا فيكل، في عندنا تيبيكال لينكث حسب نوع المركبه. الان بدنا طبعا السرعه، بنعرف شو سرعه المركبه على الميجر وسرعه المركبه على الماينر المفروض نعرفها. الآن كيف بدي أحدد قيمة التي A والتي جي؟ في عنا جداول، طبعا نرجع مرة تانية، خلينا ننظف هذولا. المعادلة تبعتنا تبع تشابه المثلثات ما زالت هي ثابتة ما بتتغير. أنا في عندي الدي بي والدي A اللي هي دي آي إس دي، وعندي الـ A وعندي الـ B، هذولا دائما موجودين. الآن الـ DISD، في
في لها معادلة اللي هي قبل شوي حكيت لكم عنها. بدي أيضا أعرف كيف أحسب الديب الدي اي. طبعا الدي اي اس دي أو الدي اي بتعتمد على التي اي وبتعتمد على التي جي حسب المعادلة اللي موجودة اللي هي هاي المعادلة أمامي. الآن كيف بدي أفك هذه الأوجد البارامترز المختلفة اللي موجودة؟ في عنا الجدول أول شيء، الجدول الأول 7-9 هذا لحساب ما يلي حسب الديزاين سبيد اللي موجود عندي بالنسبة ما يخص الماينر رود. كل ديزاين سبيد إلها تي اي معينة، مثلا إذا كان الماينر رود 20 تي اي قيمة التي اي 3.7 سكند، والدي بي لا تحسب مباشرة جاهزة من الجدول اللي هي 100. إذا نرجع مرة تانية حسب السرعة هاي الدي بي نأخذها من الجدول، والتي اي أيضا التي اي والدي بي يأخذوا من الجدول وحسب سرعة المركبة على الماينر أبروتش. الآن بما يخص التي جي حسب سرعة المركبة على الميجر على سبيل المثال 50 كانت، فبالتالي التي جي اللي هي حسب هاي المعادلة تطلع عنا تقريبا 6.5. هذه بالحساب يعني حسب المعادلة. فور ديزاين فاليوز بنقربها حسب القيمة اللي بتطلع معنا، 6.5 بنخليها مثل ما هي. مثلا في بعض الأحيان مثلا هنا 6.1 بنقربها ل 6.5، 5.9 بنقربها ل 6.5 وهكذا. فالديزاين فاليو ممكن نقربها بناء على الريكومنديشن اوف ذا اشت. اذا مره ثانيه اقدر انا افك بنود هاي المعادله، التي اي تؤخذ مباشره من الجدول هذه هون، و دي بي هذه اللي عبارة عن الدي بي length of the leg on the minor approach حسب سرعة المركبة على الماينر، بينما بما يخص على الميجر التي جي أيضا حسب سرعة المركبة على الميجر، في إلها قيم معينة وفي إلها design values. الآن صار عندي معروف التي اي حسب طلعت معي من الجدول، وعرض عرض التقاطع أيضا بإمكاني لازم يكون موجود معي وطول المركبة، وبالتالي مع سرعة الفيكل اون ذا ماينر لو فكينا هاي المعادلة بتطلع عنا تقريبا هذه القيم اللي موجودة في الجدول. الآن الدي اي او اللي هون بسميها دي اي اس دي اللي هو 1.47 في السبيد اون ذا ميجر multiplied by the value for تي جي. الآن نرجع مرة تانية ل هاي المعادلة. تي اي واضح. الآن W مفروض إني أحسب أو أعرف قديش عرض التقاطع بناء على عدد المسارب وعرض كل مسرب من المسارب اللي موجودة. الآن طبعاً طول المركبة حسب نوع المركبة عادة إحنا بنستخدم 20 فيت 22 فيت يعني 6 متر تقريباً اللي هي typical for passenger cars. الآن بالنسبة للتي اي، تي اي الزمن اللازم للمركبة من الديسيجن بوينت حتى بداية التقاطع، وهذا بتعتمد على السرعة. ممكن تعتمد على الجريد ولا لا، لو كان عندي الجريد أبجريد الزمن بيزيد، فبالتالي هذه القيم اللي موجودة في الجدول عندنا هذه القيم هون مأخوذة على جريد أقل أو تساوي 3%. لو كان الجريد طبعاً وفور باسنجر كار، لو كان الجريد أكبر من 3% بدي أروح أطبق القيم اللي بتطلع معي للتي اي والدي اي نفس القيم اللي هي الأجسمنت فاكتور في هذا الجزء من الجدول، نفس الأجسمنت فاكتور تماماً. تبي معي؟
هاي جماعة. دكتور معه. نيجي للجزء الثاني اللي هي تي جي. تي جي هذه القيم اللي موجودة في الجدول هون محسوب على هاي أساس هاي المعادلة، بس هاي المعادلة محسوبة طبعاً قيم تي اي هي موجودة هون مثلاً، هاي عنا تي اي، لكن هذه قيم تي اي مثل ما حكيت لكم إذا كان الجريد بلس أور ماينس أقل أو يساوي بلس أور ماينس 3%. إذا كان الجريد أكبر طبعاً بيجي أدجستمنت حسب الجدول. W الويدث هذا القيم محسوبة على أساس إنه الويدث عندي two lanes only، يعني ها عدد المسارب اللي بدي أقطعها هون two lanes وستاندرد لين ويدث اللي هو 12 فيت. فهذه القيم اللي هون محسوبة على هذا الأساس إنه this is standard lane width اللي هي 24 والtypical vehicle اللي هو أعتقد 20 feet. بناء عليها هذه القيم طلعت. الآن إذا بإمكاني أستخدم هذا الجدول for the standard cases, typical cases. Typical case اللي هو الجريد أقل من 3% up plus or minus إذا كان عندي passenger cars وإذا في عندي two lanes. The major street يعني crossing, the minor street will be crossing only two lanes. لو كان عندي أربع لين شو أعمل لو كان عندي أربع لين؟ يعني هون هذا العرض مش مسربين، أربع مسارب هون. شو أعمل؟ ضعف دبليو. إيش مؤمن؟ دبليو بتصير الضعف. يعني القصد بعوض المعادلة ما بستخدم الجدول تماما. يعني هذا الجدول فقط for typical cases. إذا عندي الكيس non-typical ببساطة بستخدم المعادلة وعوض بالقيم الحقيقية بغض النظر شيء هاي القيم الحقيقية، طبعا مع الادجستمنت فاكتور الخاص فيها. إذا كان الجريد أكبر من 3% قيمة التي اي اللي بتطلع معي هون بضربها بالفاكتور الخاص فيها حسب الجدول السابق وبتطلع معي الجواب جاهز بدون أي مشكلة. واضح هيك يا جماعة؟ مرة تانية هذا الجدول فقط for typical cases اللي هو passenger cars, two lanes on the major والgrade less than 3%. إذا كان غير ذلك بزبطش أستخدم التابل، بدي أستخدم في المعادلة وأعوض فيها بشكل مباشر. الآن هذا بما في عنا أيضا مرة تانية هذه التي جي بقدر أحسب منها هنا الدي آي اس دي، وفي عنا الاشتو برضو معطينا قيم جاهزة للدي اي اس دي. فمثلا اذا كان عندي الميجر ستريت 50 السبيد له 50 والماينر السبيد له مثلا 25 الدي اي اس دي جاهزة 480 فيت. طبعا هذه ايضا هذا الرقم هنا قائم على أساس standard and typical values اللي هو the grade is less than 3% passenger cars و شو كمان two lanes. إذا كان غير ذلك مرة تانية بدي أرجع للمعادلة وأعوض في هذه المعادلة. بس الأشت معطيني إياها سهلة for typical cases، بس إذا كانت non-typical ما بحاجة أن أطبق المعادلة. ومعطيني كمان الستوبينج سايد ديستانس للمقارنة مش أكثر. إذا بتلاحظوا ال دي اي اس دي أكبر قليلا من الستوبينج سايد ديستانس. طبعا إلها علاقة ب لأنه مثل ما حكينا ليش طيب اختلفت عنها، لأنه حكينا إنه المركبة ما بتوقف بتمشي بتخفض سرعتها ل 60% من السرعه الاصليه، بينما الستوبينج سايد ديستانس هذه محسوبه بناء على ان المركبه بتوقف وقوف، بس هي محطوطه هاي القيم
للمقارنة وإن لزم هنا إذا لزم. مثال an urban two-lane minor road two-lane crosses a four-lane divided highway. مدامه four-lane إذن مش بإمكاني أستخدم قيم التي جي من الجدول. With a speed limit of 55 miles per hour. The major street, the speed is 55, will minor 35 miles per hour. And it's controlled by a yield sign, اللي هي الكيس C. Determine the side distance from the intersection that is required along the major road such that the driver of vehicle on the minor road can safely cross the intersection. يعني بده DISD. مع العلم انه the following condition exists. Lane width 11 في عندي ميديان مش بس لين ويد اربع مسارب مع جزيره 8 فيت والديزاين فيكل اللينث التيبيكال لينث لها 22 فيت والابروتش جريد 3% اذا فيش عندي اي ادجستمنت على القيم اللي بتطلع معي. الان انا الان الماينر 35 فبروح على الجدول تبع ال 35 هون هاي ال 35 لا عفوا هاي ال 35 عندي دي بي 195 والتي اي 4.6 and no adjustment is needed لانه الجريد 3%. الان اذا التي اي 4.6 من الجدول كم عرض العرض الدبليو نرجع هون عندي اربع مسارب وجزيره يا جماعه هذا العرض هون هذا عباره عن اربع مسارب وجزيره كل مسرب عرضه 11 فيت فبالتالي العرض الكلي بيطلع عندي كالتالي اربع مسارب كل واحد 11 فيت زائد 8 جزيره بيطلع عندي 52 فيت دبليو الان تي جي بهالحاله هاي بدي احسبها من المعادله مش بامكاني استخدمها من الجدول فتساوي 4.6 زائد العرض 52 طول المركبة 22 مقسومة على 0.8835 multiplied by 35 اللي هي الـ speed on the minor بيطلع عندي 7 seconds تي جي 7 seconds لو طلعنا على الجدول لو بدناش نعمل adjustment كانت عندي الـ speed كم الـ speed نسيت كم الـ speed 35 على الميجر سبيد على الميجر 55 6.7 لو بدنا ناخذها من الجدول 6.7 لكن بالحساب لا هي it is 7 seconds وهذا بين انه في فرق ما بين اذا تغيرت التيبيكال كيس الان الدي اي اس دي تطبيق مباشر على المعادله 1.47 بالسبيد 55 في تي جي 7 بيطلع عندي 566 feet. This is the ISD. طبعا DA هاي DB DA بقدر من الجدول موجود عندي هاي DA وطبعا هو مش معطينا الA والB بس يعني إذا لزم بعطينا إياهم يعني هون القصد من هذا المثال فقط حس أتدرب على حساب DA أو DISD مع ملاحظة أنه هذا المثال موجود في الكتاب أنا حاطط لكم الإجابات باللون الأحمر لأنه الكتاب مخربش حاطط أرقام هذه القيم في الكتاب خطأ حاططها خطأ فهذه هي القيم الصحيحة للمثال اللي موجود في الكتاب في حد عنده أي سؤال العملية مرة تانية خليني أجمل هنا side distance at intersections بحاجة إني أنا أوجد القيم التالية DB وDA أو أحيانا بنسميها DISD وأوجد الA والB في كل حال من الأحوال بغض النظر عن الكيس اللي موجود عندي أنا المعادلة اللي بتربطهم اللي هي هذه المعادلة اللي هي تشابه المثلثات إذا وجدت طبعا هدول في عادة جداول أو معادلات لحسابهم والA والB هي الشيء من الديزاين اللي أنا بحدده بختاره حسب وين بدي أحط أي
هذا العائق البصري وين بدي أحطه، في أي موقع، وين الموقع بما بيخص الـ A والـ B، مع التأكيد أنه الـ B هي المسافة من طرف الأوبجكت لحد منتصف المسرب، و A أيضا هي المسافة من الأوبجكت مع منتصف المسرب، يعني مش من حتة البيفمنت هون. لو حسبتها أنت هون بدك بحاجة أنك تضيف هذه المسافة الإضافية اللازمة. ماشي. الآن طبعاً طريقة الحساب، إذا كان عندي no control في عندي جداول جاهزة، وإذا كان في عندي yield sign في إلها جداول ومعادلات لحساب DA أو DB، واللي هي من خلال TG، هاي معادلة TG. هذا باختصار كل ما يخص اللي هو side distance at intersection. تمام؟ في حد عنده أي سؤال؟ في عنا هدول هومورك تدربوا عليهم. كنا نعمل كويز ولا لا؟ أو لا؟ دكتور كيف بده يصير علامة الكويزات بالنهاية؟ لا مش هال، جاوب على سؤالي أول شيء. نعمل كويز الأسبوع القادم ولا لا؟ مش عارف، مو بس انا الحالي بالمحاضره. دكتور يعطيك العافيه، بس جاوبني بدكم كويز ولا لا قبل تسال. اخر الاسبوع يعني يكون، يعني مش بدايه الاسبوع، اخر اسبوع ثلاثه يعني. عشان دكتور ضغط امتحانات متير يعني. ثلاثه منيح ولا مش منيح؟ لا ما صار بالنسبه انا لي، لا مش كويس عشان بسبب ضغط الامتحانات وهيك. ماشي، بس هاي الهوم ورك هذول معاكم تدربوا عليهم. اسأل شو اللي بدك اياه، اسأل يا مؤمن شو اللي بدك اياه. مؤمن تحكي على بالنهاية كيف علامة الكويزات راح تكون؟ مش أقل من 10%. طب لو يعني كلهم بالآخر بنجمعوا ولا في اشي منهم بنحذف؟ في اشي بنحذف. تمام دكتور يعطيك العافية. شو اللي كنت بدك تسأله يا مين نسيت؟ إلا أن يسألوا قلت له لا جاوبني بس. خلينا نراجع مع بعض. أول شيء بالنسبة للسؤال الثاني، حطيت لكم الحل على الفيسبوك، يعني إذا حدا عنده أي سؤال ممكن يستفسر. بالنسبة لأسئلة المالتيبل تشويس، أدائكم كان كويس بصراحة، مش سيء. الأداء الأسوأ كان بحل السؤال، وللعلم حل السؤال هو سؤال وظيفة، نفس سؤال وظيفة اللي أعطيتكم إياه، بس من الواضح إنه ما حدا منكم أو القليل منكم حل السؤال الوظيفي اللي أنا أعطيتكم إياه. هو نفس سؤال وظيفة بس غيرت الأرقام ولا غيرت فيه شيء، نفس السؤال الوظيفي. مضبوط ولا لا؟ اللي حل سؤال وظيفي بأكد هذا الكلام. فرجاء الوظائف اللي بعطيكم إياها هو يعني حتى تستفيد، بس يعني واضح إن ممكن أنا أجيب لك سؤال منها، يعني كوني نستلمهاش منها وممكن أجيب لك سؤال فاستعدوا عليها. الآن بالنسبة للمالتيبل تشويس كان الأفرج 11.4 من 17، يعني تقريبا 68%، بينما الأفرج كان لسؤال الحل 40%، 4 من 8، يعني أقل من 50% بشوي، هو 3.8%. يعني الأداء كان الأفرج في سؤال الحل أقل من 50%، هنا الأفرج تقريباً بحدود 70%، كل شوي صغير. طيب هسا خلينا نستعرض، طبعاً في بعض الأسئلة كان أداءكم كتير ممتاز، في بعض الأسئلة أداءكم للأسف كتير مش ممتاز، كتير سيء. السؤال الأول، أو طبعاً الأول عندي بس أنتم ممكن يكون مش سؤال أول عندكم، هذا كان الأفرج عندكم 38% من أوطى الأسئلة، اللي هو the type of traffic volume count most appropriate for planning. Planning الـ ADT، عفوا لا هنا لا، اللي هي screen line line cordon، الـ cordon count اللي هي الـ coverage count. الـ cordon count ماشي، بالتالي عفوا for planning of parking facility in an area. الـ cordon count من أكثر الأنواع المناسبة للـ parking في لمنطقة معينة. نفس الشيء طبعا السؤال ممكن أجالكم بأكثر من نمط. الموست ابروبريت ترافيك فوليوم كاونت فور ديتكتينج فاريشن ان ترافيك فوليوم
اللي هي الكوردون كاونت التايب اوف ترافيك فوليوم موست ابروبريت فور ديتيرمينينج ذا فيكل كلاسيفيكيشن اللي هو الانترسكشن كاونت. بالتالي كان ادائكم فيهم هنا اللي هو متدني بشكل واضح 38%. الان نيجي للسؤال الثاني. هذا كان ادائكم كويس 78%. معطيكم انا مقطع من الطريق ومعطيكم قديش الاي دي تي، بقول لكم الفيكل كيلومتر اوف ترافل. فطبعا عمليه ضرب 4000 ضرب ال 500، ال 500 عباره عن نص كيلو يعني 2000 مثلا، وهكذا لكل واحد منكم طلع له ارقام مختلفه. فادائكم كان جيد 78%. ايضا هنا ادائكم جيد، اعطيتكم السبيد الفلو والدنسيتي كيرف، ومعطيكم مثلا على دنسيتي 35. هاي دنسيتي 35 هون، لما اكون دنسيتي 35 هون معناها الفلو كام؟ تقريبا 2250. انا اللي طالب منكم السبيس مين سبيد. السبيس مين سبيد تساوي الفلو على الدنسيتي. الدنسيتي 35 والفلو من الكيرف 2250، حاصل قسمتهم بيطلع عندنا الجواب. ومثل ما حكيت ادائكم كان جيد ال 76%. طبعاً وكل واحد منكم طلع له سؤال بس بأرقام مختلفة بس نفس السؤال. هنا جبت لكم سؤال شو أنواع الديلي. الديلي كوزد باي أيل ساين اللي هي طبعاً فيكس ديلي، وبرضو أدائكم الأفضل 81%. والديلي كوزد باي ستوب ساين برضو يل ترافيك فيكس ديلي، والديلي كوزد باي ترافيك سيجنال ايضا هو فيكس ديلي، وادائكم كان مقبول جدا. هون الاداء تبعكم احسن شيء 90%. معطيكم الباركينج اكوميليشن كيرف، فانا طالب منكم واتس ذا باركينج اكوميليشن ات 8:15 اند 8:45. بروح على 8:15 200 وال845 500، فالجواب 200 و500 ببساطه، مش الاريا اندر ذا كيرف مثل ما القليل منكم يمكن خبرش. فالجواب مباشر وادائكم كان ممتاز فيه بصراحه، هذا احسن شيء. ايضا جبت لكم صور لانواع مختلفه من الانترتشينجز، قلت لكم شو نوع الانترتشينج حسب الصوره اللي موجوده، وادائكم لا باس 71%. طبعا هذا كلفر ليف، فول كلفر ليف، هذا بارشر كلفر ليف، وهذا سنجل بوينت انترتشينج. القليل منكم خربش وقال دايموند عن هذا، بس هو نو ذيس از سنجل بوينت انترتشينج. هون الأسوأ اداء كان بهذا السؤال. معطيكم السامبل سايز 10، معطيكم ان للترافل تايم اند ديلي ستري، نسبه الريشيو ستاندرد ديفيشن على الالاوبل ايرور 1.35. يعني انا مش معطيك قيمه الستاندرد ديفيشن ولا الايرور، معطيك حاصل قسمتهم على بعض الريشيو. And therefore the attained level of significance is approximately، يعني هذه اذا طبقنا المعادله بيطلع معنا قيمه التي الفا. اذا طلع معي قيمه التي الفا فبرجع رجوع وبشوف قديش السيجنيفيكانس ليفل تبعها تبع هاي القيمه من الجدول. ومثل ما حكيت هذا أسوأ أداء كان لكم اللي هي 33%. بالنسبة لأنواع الترافيك سيركل أداءكم لا بأس به، كان 69% تقريبا 70% لا بأس، رغم أنه كان مفروض هذا سؤال سهل مفروض يكون أعلى، لكن النتيجة مش بطالة. ايضا هنا الغريب في الامر انه الاسئله الحل كنتوا مستعدين لها بشكل كثير كويس، وهذا شيء بصراحه ببسط. يعني انا كنت اتوقع تخربشوا باسئله الحل، لكن بشكل عام لا كان اداءكم كويس. مثلا هنا معطيكم التايم سبيس دايجرام بين مركبتين. السؤال هذا مثلا وين تايم از 10 سكندز، لما نكون عند 10 سكندز واتس ذا سبيس هيدواي، اللي الفرق في المسافه بينهم. وكان أداءكم مثل ما هي 78%. وفي بعض البعض حطيت لكم إنه لو كنا واقفين بالراكب عند المسافة 80 what's the
تايم هيدوي اللي هي الفرق في الزمن بين اثنين. ومثل ما حكيت أداءكم كان كويس. Okay, the most appropriate location to conduct a spot speed study. وفي البعض منكم to conduct a space mean study. طبعا spot speed study ولا space mean study كلهم نفس الشيء. While the most appropriate location to conduct a parking study. هذه خربشتوا فيها parking study. طبعا في عندنا إجابات ممكن نعملها بأي مكان، لكن أنسب إجابة at or near a parking generator. هذا أنسب إجابة. بالتالي كان أداءكم تقريباً 80%، مش عاطل، لكن خفشتوا في بعض الإجابات خفشتوا فيها. هذا السؤال بالنسبة للـ definition of parking parameters. The parking volume is the total number of parked vehicle during a specified period of time. How? Parking accumulation is the number of parked vehicles in the study area at any specific time. How? The parking turnover is the rate of use of parking spaces. So أداءكم كان كويس اللي هو 71%. أيضا استخدام الـ Z-value من الجداول أداءكم كان كتير كويس 83%. معطيكم normal distribution والsample size أو بدنا الconfidence level 90. So what's the Z value which is the number of standard deviation. كان أداءكم طبعا من الجدول، في جدول خاص فيها، أداءكم جيد اللي هو 83%. هنا الأداء هذا كان ضعيف وبشكل واضح. For the purpose of planning a highway activity, the appropriate traffic volume count is للplanning اللي هي الADT. هو أصلاً الADT مكتوب purpose إلو for planning. For capacity analysis, peak hour volume. For determining the seasonal variation of the traffic اللي هو control count. مش الكثير منكم خربشين continuous count. No. مش كل الcontinuous count بنستخدمهم لdetecting the seasonal variation. الcontrol count هي اللي تستخدم لهذا الغرض. كثير منكم اللي طلع له هذا السؤال استخدم continuous count. No, it is a control count. وأيضا هون كان الأداء شوي متواضع. The traffic flow behavior of a certain highway shows the relationship between the speed and density is logarithmic. شو يعني logarithmic? It's not linear. إذا not linear معناها ال K لا تساوي ال K جامعة 2. هذه هي الإجابة. وأيضا معطيكم مرة تانية parabolic نفس الشيء، يعني it's not linear معناها ال speed does not equal the free flow speed at 2. وفي خيار ثالث معطيكم إياها، إذا كانت linear معناها ال speed تساوي نص ال free flow speed والdensity تساوي نص ال K جامعة density. وأداءكم كان متوسط تقريبا 60% في هذا السؤال. هنا أداءكم أيضا ضعيف 48%. The most appropriate، بالرغم من أنه هذا السؤال كتير سهل، the most appropriate unit for AADT جمع vehicle per day أو الـ ADT برضو vehicle per day ما بتفرق. The most appropriate unit for vehicle kilometer of travel اللي هي vehicle kilometer. واضح انكم خربشتوا فيها بشكل واضح. طبعا في كل الاجابات في الامتحان سواء كان بالكويزز او بالامتحان ولا واحد منكم حاطط اي وحده اصلا، ولا احد منكم حاطط وحدات. عودوا دائما حطوا الوحدات. هون هذا السؤال حسب انواع الترافل تايم اند ديلي ستاديز، اعطيتكم كل وصف للثلاث انواع من الديفرنت تايبس اوف ترافل تايم اند ديلي ستاديز الميثودز يعني. وأداءكم لا باس به 72%. واخر سؤال كان for a certain highway section the following is constant. وفي واحد منكم مش عارف بهاي الشعبه او الشعبه الثانيه سالني هذا السؤال قبل بالمحاضرة يعني بنفس يوم الامتحان.
which one is constant? The free flow speed is constant. Traffic flow is not constant. Traffic density is not constant. Well, jam density is constant. Well, capacity is constant. دول الثلاثة ال constant ل ل any highway section. هذا بما يخص امتحان أو امتحانكم وأدائكم والإجابات للأسئلة المختلفة. في حدا عنده أي سؤال أو تعليق؟ دكتور ممكن نشوف إجابات السؤال الثاني الامتحان الثاني؟ فيسبوك تمام موجود على الفيسبوك حل حل السؤال موجود. دكتور نعم دكتور حسب اللي انت راجعته هان انا طلع عندي يعني غلط بسؤال واحد بس علامتي يعني فيها اغلاط اكثر من هيك مرة ثانية احيا يعني هلا مش انت راجعت الاسئله قدامنا نعم فانا عندي غلط واحد باللي انت راجعته بس علامتي مش زي هيك براجع يعني لك باكد لك انه التصليح صح لأني أنا دققت لك طبعاً ما دققتش ورقتك بالذات دققت أكثر من ورقة أتأكد إنه الموديل بيصلح مزبوط وخلاص بس أراجع لك إياه ما في مشكلة بالدوائر أنا أظن مش بالامتحان الحل يعني إن شاء الله تمام أوكي إيش ثاني طيب نراكم الأسبوع القادم إن شاء الله